جاء ذكر الرمان في حديث أشراط الساعة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يكون من أشراط الساعة وعلاماتها الكبرى، وقد دل القرآن على أن من أعظم أشراط الساعة الكبرى نزول المسيح عيسى ابن مريم. وربما ظهر في الناس اليوم من يشكك في هذا المعتقد، ونزول عيسى ابن مريم معتقد لا يقبل الشك عند كل مؤمن. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فربنا يقول إن عيسى لم يقتل ولم يصلب ولكنه رفع، ولم يقل الله إنه مات، أي أن عيسى مات. ثم قال جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال ربنا في الزخرف: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا، إلى أن قال سبحانه: وإنه لعلم للساعة، أي أن نزوله عليه السلام علم وعلامة وأمارة للساعة. وقد استفاضت الأحاديث عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما مما تواتر لفظا ومعنى مما لا يمكن أن يقبل الشك مثقال ذرة في نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. والمقصود ذكر النبي صلى الله عليه وسلم نزول عيسى في حديث طويل سبقه بالحديث عن الدجال، ثم ذكر خروج يأجوج ومأجوج، ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ما يكون من هلاكهم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فيقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك. فقال عليه الصلاة والسلام يصف ما يكون بعد أن ترد الثمرة وترجع البركة، قال: حتى إن الرمانة الواحدة ليأكلها الفئام أو العصابة من الناس يستظلون بقحفها، قحف الرمانة قعر قشرها. فإذا كانت الجماعة من الناس الكثيرة العدد تستظل تحت قشر الرمانة، كيف ستكون الرمانة أصلا؟ وهذا إنما يكون في آخر الزمان. لكن حمل بعض أهل العلم كالحافظ ابن كثير رحمه الله وغيره من العلماء هذا الحديث على معنى أن عيسى ابن مريم عندما يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم العدل تخرج الأرض ثمرتها وبركتها، فقال إن إقامة الحدود وإقامة العدل من أسباب البركة، وهذا حق. لكنني أقول صعب أن يقال إن هذا هو المراد من الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير من عيسى بن مريم قطعا، وعيسى له من الفضل والمكانة ما لا يعلمه إلا الله، وهو أحد أولي العزم من الرسل، والله جل وعلا أثنى عليه ثناء عظيما في كتابه، لكنه مع ذلك ليس أفضل من رسولنا عليه الصلاة والسلام. ورسولنا عليه الصلاة والسلام أقام العدل في الرعيل الأمثل والجيل الأول من أصحابه، ولم يقع مثل هذا من البركة. لكن المراد والعلم عند الله أن الدنيا تؤذن بزوال ولا عودة للحياة في الأرض مرة أخرى، فلم يبقى شيء في الأرض تستطيع أن تصنعه إلا تخرجه، كما أن الإنسان إذا أراد أن يسافر، إذا أراد أن يودع، إذا شعر بدنو الأجل وقبض الروح قال كل شيء، فكذلك الأرض تخرج بركتها ينتفع الناس بثمرها، لأنه لا عيش بعد ذلك، يأخذ العيش في الانحدار حتى يأذن الواحد القهار بقيام الساعة. على هذا يحمل الحديث والعلم عند الله، والمراد ذكر الرمان في حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. يتحرر من هذا أن الرمان ذكر في القرآن في الرحمن والأنعام، وذكر في حديث النبي صلوات الله وسلامه عليه. هذا